السلام عليكم، معكم مريم متمسك، أخصائية ديال الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي. اليوم غادي نحاولوا نهضروا على المشاكل ديال التشنج العضلي والأسباب ديالها وكيفاش الوقاية من التشنج العضلي. من الأسباب الأساسية اللي كنعتبرها أنا سبب رئيسي هو الماء، يعني العضلة ديالنا ملي كتكون ناشفة من الماء ولا الجسم ديالنا كيكون ناشف من الماء كيكون الجسم متعرض للتشنج العضلي. يعني والماء كيختلف، كمية الماء اللي كياخدها الشخص كتختلف من شخص لآخر على حسب لو بوا ولا طاي ديالو وحتى لو سكس ديالو، يعني واش الطول ديالو مع الوزن ديالو مع الجنس ديالو واش مرأة ولا راجل كتختلف من شخص لآخر. ومن بين الأسباب الأخرى اللي كتجيني أسباب هي ثانوية، مثلا كمرض السكري واضطرابات في الغدة الدرقية، اضطرابات في الجهاز العصبي، لا فاتيك اكزاجيري ديال لو موسكل اللي كنكون نديرو ان فاتيك اكزاجيري، يعني ضروري ما كنطيحو في التشنج العضلي وما كنكونوش ان داك الموسكل بريباريناه لديك لاكتيفيتي اكزاجيري اللي غادي نديرو ليه، ضروري ما غادي يدنا التشنج العضلي. لهذا الوقايه من التشنج العضلي في لاكتيفيتي اكزاجيري هو ليتيرمون موسكولير. انا كيجيني ليتيرمون موسكولير حاجه اساسيه قبل التمرين ولا قبل لاكتيفيتي ديالنا ومن بعد لاكتيفيتي ديالنا. الا نقدروا نديروا هاد لا ديسيبلين في حياتنا راه غادي نقدروا نديروا الوقايه من التشنج العضلي. غنقول لكم على واحد الموسكل اللي هو عندنا كيتعرض لنا تشنجات عضليه كثيره اللي هما لي موسكل ديال لي مولي. هادوك لي موسكل ديال لي مولي كيمكن لينا نديروا الوقايه ديالهم من التشنج العضلي بليتيرمون موسكولير. ليتيرمون موسكولير ديال بلون بوستيريور ديال المومبر انفيريور ديالنا كامل كنقدروا نديروه، هذا اوكاو جانا تشنج عضلي ما على غفله كنديروا داك ليتيرمون موسكولير. وبيان سور الا دخلتوا درتوا البحوث ديالكم على ليتيرمون موسكولير بهذا لو مو هذا ايتيرمون موسكولير دو بلون بوستيريور دو مومبر انفيريور غيوريكم الحركه وغادي تعلموها وتبقاو ديروها في لو كا فاش يجيكم تشنج العضلي. وحتى تهيج ديال الغفلكس ديالنا بشي حاجه حاده كبره وعاود ولا كمشطه كنهيجوا بها شويه ديال السويله ديالنا باش كت سورتو كنكتيفيو لا سيركولاسيون سانغين بهاد البرا وكيدير الموسكل كيدير كيرياجي ملي كيدير ملي كنعطيه واحد لو كو ديال ايبانغل الموسكل كيرياجي لينا بالزربه وكيحيد لينا التشنج العضلي بالزربه. في الاخير كنشكركم على التتبع ديالكم في هذا الفيديو وكنقول لكم واحد الكلمه اخيره، ان من بين هذا الشيء كله اللي تطرقنا ليه يعني غادي نفهموا بان التغذيه السليمه والوقايه السليمه راه هي كل شيء، الكل كيكمن في التغذيه السليمه والحاجه اللي كنركز عليها هو شرب الماء. وشكرا.